لو الحكاية فيها إن فيتو القطار رقم 10 القادم من اسكندرية أقلع القطار من اسكندرية حوالي 7:30 وصول محطة مصر هنا في القاهرة حوالي 9:05 وانفجرت العبوة عقب أثناء دخول محطة مصر أثناء دخول رصيف 2 محطة مصر في إصابات فاتت في الحياة الحمد لله لم تسفر القافلة محطة الصوت عن أي إصابات تلفيات محدودة جدا عبارة عن تلفيات في المقعد اللي كان عليه القافلة وبعض الشروط في المقعد في الزجاج اللي بيعملوا هذا المقعد هل هيكون في تجديد في التأمينات يا فندم محطة مصر؟ طبعا هيبقى في